بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری عشرة میں افطار سے پہلے یہ کلمات ضرور پڑھیں. کلمات سماعت فرمائیں. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.